تسمعني؟ اسمك اريد اسمك الكامل، تفضل انطينا اسمك. تعرف اسمي؟ انا اعرف اسمك، مو ما اعرف اسمك. بس عندنا قانون اصول المحاكمات الجزائيه اللي صادر عام 69 الزم القاضي انه يسال المتهم عن اسمه، وعلى المتهم ايضا ان يبين اسمه الكامل، فما من حقه ان يسكت، لازم يبين اسمه. المتهم من حقه ما يجاوب، تمام؟ هذا قانون تحترمه هذا القانون؟ صادر قانون ايش وقت صادر؟ بال 69 بال 69 نعم احترمه. تحترمه لا تنطيني اسمك. احترمه ولكن غير مجزأ. لا مو مجزأ. انت ايضا لازم تحترم القانون والدستور. هذا القانون من احسن القوانين بالدول العربيه. الا بموجب قانونك العراقي. هو هذا قانون عراقي صادر عام 69. تحترمه قل لي، ما تحترمه امقل. نعم احترمه بس احترمه كله، ما احترمه مجزأ. ما مجزأ ولا يمكن ان تجزئته. مجزأ لانه انتوا الان هنا قاعدين باسم الاحتلال مو باسم العراق. هسه تنطينا اسمك لو لا؟ لا ما اعطيك اسمي. لان اسمي معروف للعراقيين وللعالم. وكلت الاساتذه المحامين؟ نعم. سجل المتهم صدام حسين. صدام حسين المجيد رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة. وين تسكن؟ تسكن بغداد. تسكن بغداد. تولد مالك ما قلت لنا ايش قد. نعم؟ تولد مالك. تولدي؟ ايه. مواليدك يعني ايش قد؟ تولدي بتكريت 1937. مواليد 1928 نيسان.